في ختام العشر الأوائل من هذا الشهر، والتي مضت معها أجمل الساعات الروحانية المباركة، نريد أن نضيف شيئا لحصاد العمل البار. نريد أن نجعل ختام العشر الأولى مسك، ونريد أن ننتفع بنسمات فضلها وكرمها، ونسمح لها بعد أن بدأت عبورها من أرواحنا المترجية المتأملة أن تمر إلى تيارات الكون الأعظم، آخذة معها كل عمل صالح، آخذة معها كل عمل صالح لنا، وكل جهد وصوم ودعاء وأمل إلى الرب المعبود في أحسن صورة، من عبد إلى سيده، ليكرمنا الله عز وجل بكن فيكون، ويلقي على قلوبنا الحب والسلام والسكون، ويجعلنا راضين ومحققين كل ما فيه خير وصلاح لنا بعظيم تجليات رحمته التي وسعت كل موجود. في هذه الجلسة الرمضانية سنودع العشر الأوائل من رمضان بطريقتنا الخاصة، محملينها أجمل الأماني والابتهالات، لتعود علينا قريبا بألطف وأروع التجليات الربانية من عظيم كرم ورحمة الله. ما عليك فعله الآن أن تسترخي في مكان هادئ ومريح، بعيدا عن كل ضجيج. اسمح لنفسك ببعض السكون والراحة. اسمح لروحك أن تعيش شيئا مميزا من نعيم هذه الأوقات المباركة. أغلق عينيك الجميلتين وتنفس معي بهدوء. خذ شهيقا عميقا من الأنف، وزفيرا بطيئا من الفم، ومع الزفير قل الله. شهيق عميق من الأنف، وزفير بطيء من الفم، ومع الزفير الله. شهيق عميق من الأنف، وزفير بطيء من الفم، ومع الزفير
مجددا. الله. ركز معي الآن. أريدك أن تستغفر الآن 10 مرات بداخلك. أن تسبح الله الآن 10 مرات بداخلك. وأن تحمد الله 10 مرات بداخلك. أن تكبر الله 10 مرات بداخلك. كل ما أريده منك الآن أن تبقى عينيك مغلقة وتستمع بقلبك وفؤادك قبل أذنك. أريدك أن تستشعر بينما تسمع بأنك تعيش لحظات بينك وبين ربك فقط، لا ثالث فيها. وأثناء استماعك أريدك أن تسمح لروحك وجسدك بأن يعبران عما بداخلك بالطريقة التي تريحهما
وتريحك وتستشعر عميقا عميقا جدا بأن كل الصوت الروحي القادم وكأنه يخرج من جسدك آخذا معه كل ألم وشؤم وذنب وعائد إليك بكل راحة وتحقيق رجاء وأمل. غامرا حياتك بالخشوع والسكينة عائد إليك بأيام مليئة بالفرح والحب. أريدك أن تستشعر هذا عميقا جدا في داخلك. افتح قلبك لكل قادم الآن وركز بعمق بقلبك وفؤادك مع كل ما تسمع. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب وما لي غير باب الله باب ولا مولى وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب كريم منعم جميل الستر للداعي مجيب إلهي منك إسعادي وخيري إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود والفرج القريب.
عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. يا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء. جميل عفوك ثم إني مسلم. يا من له ستر علي جميل هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. يا من له ستر علي جميل هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. أتيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. أتيتني وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا.
الآن إن كنت ما زلت مستمتعا يمكنك إكمال الفيديو حتى النهاية. أن تسترخي وتنام أو تستمتع، ولكن بنفس الوقت يمكنك في هذه اللحظة أن تفتح عيناك وتنهي الجلسة. إلى لقاء جديد، أحبكم جدا. Thank you.
السراج المنير على خطاه نسير، وهو السراج المنير نمشي فيه خطاه، فالمولى استطاع نمشي فيه خطاه، فالمولى استطاع نرتجي رضاه. فهو الخبير يا من إذا دعوناه وجد ما نطاني، نسألك يا الله يا ملاذ كل باري، أن تنزق الحياة على خطى الحبيب، على خطى الحبيب في سنة العدل السعد والرضوان، في سنة العدل السعد والرضوان، فهو مصطفانا للخير دعانا، فهو مصطفانا للخير دعانا بالحق أتانا، وهو وكلام نبي فوزي ورشادي. لا تكون قوس
الله 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 الله
وانا اعيش فاك المصطفى وسرائي قاسي والدمع على الخد والله سايل سايل يا الله والله ارتمي اسمع الغيب طاب كل الوصايا انت الذي اليك القضايا نبوى ولا غيرك راضي تعشق ولا ولا غيرك يا بلقاسي روحي تعشق ولا تموت هو كان قلبي جبل نظيرك ما لوى هذا الذي أدك وهذا الذي عنده لا سائل أيها العاصي مولا ناسها أيها العاصي العاصي للمولى ناسها لا تكن قاسي واستغفر الله Yeah.
شبابي فوزي ورشادي. عوني وحسبي وربي سواه.
الطريق على خطاه نسير وهو السراج المنير نمشي في خطاه فالمولى اصطفى نمشي في خطاه فالمولى اصطفى نرتجي رضاه فهو الخبير يا من إذا دعوناه وجدناه طريق نسألك يا الله يا بلاد كل ماري أن تنصط الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب في سنة العدنان أسعد والقوى في سنة العدنان أسعد والقوى فهو أصطفانا للخير دعانا فهو أصطفانا للخير دعانا بالحق أهدانا وهو الخبير يا من تدعونا وجدناه الحريق أسألك يا الله والذكر عتادي وكلام نبيك فوزي ورشادي